وبشأن الحرب الكلامية بين طهران وواشنطن، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري. سيد زياد، مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح النائب السابق عزة الشابندر، يدعو في هذا التصريح إلى الانحياز لإيران في حال اندلاع حرب مع الولايات المتحدة. هذا الانحياز ظهر في خطاب الميليشيات أيضا، كيف يمكن فهم هذا التحول وهذا الانحياز من قبل السياسيين؟ سيد زياد تفضل. بدأ مساء الخير عليكم وعليكم مشاهدي قناة الرافدين. بخصوص هذا التصريح، نصبا أريد أن أذكركم بتصريح آخر للسيد الشابندر عندما صرح بأن الوقت لو يعود به لكان وقف مع صدام حسين السابق. وقد استغربت من هذا التصريح كثيرا. الحقيقة السيد الشابندر سياسي مخنث، وهو سياسي معروف، ولكن ولاءه مثل أخيه غالب الشابندر عندما قال نصا الليبية ما يخليني، بما معناه أنه كل شخص في حزب الدعوة، كل شخص منتمي إلى هذه العملية السياسية، كل شخص مستفاد من هذه العملية السياسية ولا لإيران، لأنها تضمن البام الوحيد لبقاء هذه العملية السياسية الموجودة حاليا في العراق. فإذا التصريح الأول السابق عزة الشابندر كلمة حق أريد بها باب، وهي تمهيد لما صرحت اليوم بأن العدو الأول أمريكا وإسرائيل، وهذا الكلام صحيح ولكن ليس أن ننتمي إلى إيران. لم يكن جذر العراق في يوم من الأيام إيراني، لم يكن لنا أي عمق لدينا إيراني، عمقنا الوحيد هو العمق العربي، وهنا لا أقصد الأنظمة وإنما أقصد الشعوب. وأعتقد بأن هذا التصريح هو تمهيد لفكرة عدم قبول الحرب الأمريكية الإيرانية، ولكن علينا أن نصطف حسب نظر الشابندر أن نصطف مع إيران، وهذا أمر كارثي أعتقد كبير جدا يضر العراقيين، إن كانوا هدف العراقيين هذه ليست معركتهم، وهذا أمر مرفوض تماما. ولكن نعرف جيدا بأن الموجودين هم مرتبطين بإيران جذرا وانتماء وشخصية، وهم الطبقة السياسية فقط ما عدا الشعب العراقي. طيب، على ذكر الطبقة السياسية، هناك أنباء تتحدث عن وفد عراقي لرأب الصدع بين واشنطن وطهران، تعتقد أنه سينجح في ذلك سيد زياد؟ لم يكن في يوم من الأيام أي وفد عراقي رسمي تابع مدية سياسية له ثقل بالمنطقة، كل ما ترونه هو فقاعة. حتى التقارب السعودي العراقي هو عبارة عن ترتيبات أمريكية لاستخدام القوى الناعمة لتحييد المنظومة السياسية في العراق وعدم الدخول. طيب سيد زياد، لنبقى في الوفد العراقي لو سمحتم. الحقيقة ليس له وزن ولن يستطيع أن يلعب هذا الدور، وهذا الدور هو أكبر من حجمه، والوفد العراقي والعملية السياسية عبارة فقاعة أكثر مما هي هو وفد يستطيع أن يلعب دور إيجابي ومحوري في رد الصداع بين إيران و... طيب سيد زياد، الحرب الكلامية المتداولة حاليا في وسائل الإعلام المختلفة بين واشنطن وطهران، هل يمكن أن نطلق مصطلح أن العراق تحول إلى محطة رئيسية لتصفية الحسابات بين هذين البلدين؟ بكل تأكيد، وأريد أن أذكر أمثلة. أنا لدي معلومات مؤكدة عن وصول أسلحة وبث الصواريخ ذات بعد قصير وبعد متوسط باستهداف بعض المصالح الخليجية والأمريكية في الخليج العربي، السعودية والكويت، فأنا مسؤول عن كلامي. لدي معلومات مؤكدة عن وصول أسلحة صواريخ تحديدا، والحكومة العراقية علمت بها وحاولت أن تبحث عن الموضوع أكثر، ولكن جاء أمر بعدم البحث مزيدا بهذه التفاصيل. الصاروخ الذي أطلق على السفارة الأمريكية هو صاروخ إيراني صنع، وهذا ليس كلامي وإنما كلام جهات متخصصة في هذا المجال. العراق أو المنظومة الأمنية العراقية والميليشيات الموجودة الآن لا يمكن لها أن تقف على الحياد، مصيرها مرتبط بمصير نظام الملالي في طهران، فلا يمكن أبدا أن تقف على الحياد، وهذا أمر مؤسف. ولكن الشعب العراقي بكل تأكيد لا هذا المعركة، فمثلما الأمريكان دولة إرهابية محتلة العراق، قدمت العراق، دمرت العراق وإيران
لا تقل عن ذلك، لذلك لا نعتبرها بانها معركه للشعب العراقي بقدر هي معركه مصير للطبقه السياسيه الموجوده الحاليه. طيب سيد زياد، هناك تحذيرات من وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو يحذر فيها حكومه بغداد من مغبه استهداف ايران للمصالح الامريكيه في العراق. في حال استهدفت المصالح الأمريكية من قبل ميليشيات مرتبطة بإيران، وهذا واضح من خلال استهداف سفارة الولايات المتحدة في بغداد، ما هو موقف الحكومة من ذلك؟ الحكومة أضعف مما أن تتخذ موقف. الحكومة نفسها لا تستطيع تدخل في بعض المناطق في العراق في جرف الصخر التي تحتلها إيران بالكامل وعبر ميليشياتها. الحكومة لا تستطيع أن تقيل شخص بالحج الشعبي. الحكومة والقضاء لا يستطيع توقف شخص مثل أبو جعفر الشبكي عندما استحرت قوات المحكمة واعتدت على القاضي وأطلقت سراحه. الحكومة عاجزة أمام الميليشيات المرتبطة بإيران، لأن أصلا الحكومة هي الجناح السياسي الإيراني والجناح العسكري هو الميليشيات، وهم يصبون في بودقة واحدة بودقة السياسة الإيرانية في العراق والجنرال قاسم سليماني. لذلك وبكل صراحة وبكل وضوح أعلنها بأن الحكومة العراقية لن تستطيع أن تقدم أي شيء للقوات الأمريكية من هذه الناحية، وهي ستحاول تنفي بنفسها، ولكن ارتباطات فقط سياسية هي سياسة إيرانية وارتباطات القوى الشعبية ارتباطات أمنية بإيران، والمصب واحد وهو المصالح الإيرانية في العراق، وجعل العراق ساحة حرب محتملة جدا في المرحلة القادمة، وهذا ما يخشاه الشعب العراقي الذي يعاني من ويلات الحروب والكوارث. طيب سيد زياد، أنباء أيضا تتحدث عن تعزيز الولايات المتحدة من وجود قواتها في العراق بوحدات إضافية وإضافة إلى أسلحة دفاعية، هل تعتقد أن لها مآرب أخرى في العراق غير هدف أنه وضعت لحماية منطقة الخليج العربي من المحاولات الإيرانية في استهداف هذه الدول؟ الأمريكان سيحاولون جاهدين قدر الإمكان عدم استخدام الأراضي العراقية للحرب إن وقعت، وبين قوسين أضع هذه الكلمة، لأن لا يوجد حرب محتملة واقع. هناك تصعيد أمني خطير، هناك مناوشات، هناك حرب كلامية، ولكن الحرب لها جيوشها، وأعتقد بأن القوات الأمريكية الموجودة حاليا غير كافية، ولذلك تجد أن التعزيزات مستمرة. كون هذه التعزيزات تعزز النفوذ الأمريكي في داخل العراق واللعب بهذه الورقة، ولكن ليس استخدام الأراضي العراقية لضرب إيران، لأن حساسية الموقف كبير جدا، خاصة وأن الطبقة السياسية والميليشيات مرتبطة بإيران، مما يجعل بأن هناك مسوق وهدف تكون هذه القوات الأمريكية تلك الميليشيات. لذلك الحرب ستكون في مياه الخليج إن قد أنها ضربات على الأقل ومزيدا من الحصار ومزيدا من العقوبات، وأعتقد بأن النظام الإيراني الحش لا يستطيع أن يستمر أمام هذا الحصار وهذه العقوبات، وذلك سيمنح إلى المفاوضات طويلة المدى ومواصلات كما نعرفه، مثل ما عمل في الملف النووي الإيراني والاتفاق الأخير الذي أقل بإترام نعم زي السيد زياد بأنه نفسه كبيرة سيكون للسياسة الإيرانية. نعم، الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري حدثنا، مشكورا من فيينا، شكرا جزيلا لكم.